في فترات. قل لي بس نرجع لقصة المرسيدس حقت عبد الحليم. نعم مرسيدس عبد الحليم أي. كان يسوي حاول تفتكرني أي. هو في تجهيز أغنية حاول تفتكرني، وهذا الكلام كان في المس بيرو في الدورة أعتقد 64 أو 66 في الاستوديو الشهير استوديو 46 أعتقد إذا ما تخني الذاكرة. هذا مشهور مع عبد الحليم، كان نظامه هي والفرقة الماسية يجلسون في الاستوديو، استوديو ضخم، ويرتبون تجهيزاتهم كل هذا قبل التسجيل، الكمنجات كمنجة الدوزان والتجهيز والكل هذا، وباشر بيستوي التسجيل. وعبد الحليم في الكنترول، ارفع الناي، نزل الكمنجات، ارفع الايقاع، وتترتب العمل كله، وانا وياهم في الاستوديو جالس وبليغ وعبد الحليم وانا وياهم من حسن الحظ. شوف الفرص والظروف، الحمد لله لك الشكر يا ربي على هذه النعمه اللي وفرتها لي. انا وياهم في هاي الغرفه جالسين على جنب ومتلاي، واشوف هذا العمل الضخم اللي قدامي كله، يوم يستوي كل شيء، واشوف عبد الحليم شو ياكل، خبز حاف وطبق من الادويه يشربها حالته، شفت عانيته وشفت وانا في بيته شالين السجاد في ميلسه وهو ريله في الجبس وشي بروفات، شفت التضحية في العمل هذا، يعني شفت تجارب كثيرة خلتني أعشق الفن وتمسك به وأحاول أبدع وأشكل وأغير، حتى لو الناس يقولون لا 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 لا، أقول لا أنتم مو فنانين برأيكم، كل حد مسألة أذواق. وفي المايسبيرو شكل ما خبرتك، وعقب ما جهزوا الأغنية كاملة كل الفرقة الماسية صفوا كمنجاتهم على الكراسي، بيقفلون الاستوديو الحين وبياخذ مفتاح عبد الحليم حارو بالباكر عشان يسجلون، والاستوديو بينقفل وكله بيتم حد عشان حد يجي. نزلنا عاد احنا الموجي رحمة الله عليه كان ويانا، وعبد الحليم وبليغ والشله كله. اول ما نزلنا تحت وظهرنا من المايس بيرو ولها سياره الاس ال موجوده رماديه، توني اتذكرها، تعرف هاي بس راكبين السائق وهو، ونزلنا كلنا، واول ما نزل يقول لي تفضل عبد الله انت، وخذنا لنا، اقول لك ثواني، انا عادم الفشله ويجينا وني بدوي ابدا يقول لي عبد الله لا ابدا، هاي ما نقدر نركب كلنا، لازم هو، وانا محرج الحقيقه كيف اركب عبد الحليم موجود. في هاللحظه هجمت علينا الناس، والله صدقني بغيت تسوي كارثه. عقب انا فهمت عاده، عقب يوم قالوا لي شو سويت انت؟ قلت له مو انا هو، انا بغيت امارس بس حقي القانوني البدوي، ما ابدا انت قبل وانا. وهذا الفتره اخذ منه فتره لين ركض علينا السكيورتي ودخلوه وشردوه بسرعه هم، وانا سحبوني عقب البقيه وروحت مع بليغ حمدي ومحمد حمزه والشله، كنا صرنا البيت عنده.